بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أن البحر يمدنا بالكثير من الكنوز الجمالية التي لا تعد ولا تحصى، فالكثير من المقشرات مستوحاة من أملاح البحر والأعشاب البحرية التي تستخدم للرشاقة والزيوت المستخلصة من أسماك البحر وغيرها الكثير من الخيرات الموجودة في البحر، منها ما هو متداول ومنها ما لا يعرفه الكثيرون كزبد البحر أو لسان البحر. زبد البحر، هذا هو زبد البحر أو لسان البحر، هو طبعا عبارة عن بقايا كائن الحبار، وهذه القطعة الصلبة أو عفوا والقطعة الصلبة فيه والتي تقذفها الأمواج لكي تصفو أو تطفو على سطح المياه في الساحل، فيما يطلق عليه البعض أو يطلق عليه البعض رغوة البحر، لأنهم يعتقدون بأن زبد البحر هي عبارة عن الرغوة البيضاء التي تتكون على سطح السواحل. فيعتبر استعمال زبد البحر مفيد جدا لتنحيف الكرش، وكذلك مفيد للشعر والبشرة لعلاج الكلف ومقاومة التجاعيد ومنح الوجه المزيد من النضارة والصفاء، وكذلك يزيل الخطوط البيضاء والتشققات والسيلولايت في الجسم، بالإضافة إلى علاج بعض الأمراض الجلدية إذا كان هنالك بهاق، برص، صدفية، داء الثعلبة. يمكننا استعمال هذه الوصفات المكونة من لسان البحر أو زبد البحر دون أي مشاكل، وكذلك تستخدمه الكثير من الفتيات والسيدات لغرض تكبير الشفتين والصدر والأرداف، وذلك من خلال تدليكه على المنطقة المراد تكبيرها بعد مزجه مع القليل من ماء الورد أو الماء العادي، وإضافة قطرات من زيت الورد إليه. نقوم بتدليك المنطقة قلت المراد تكبيرها بحركة دائرية من أسفل إلى أعلى لمدة 10 دقائق بشكل يومي، نلاحظ النتيجة من أول 3 أيام استخدامنا لهذه الوصفة. كما يعمل كذلك كمقشر، حيث أنه فعال في إزالة الجلد الميت بعد خلطه مع القليل جدا أو قطرات من خل أبيض. نتحصل على هيئة عجينة ثم نضعه على الجسم، كما يمكننا تنظيف أو بقع وتصبغات الأسنان من خلال فركها بزبد البحر. هذه على السريع بعض الوصفات لزبد البحر، لدينا الكثير الكثير منها. أول وصفة نبدأ بها هذا الفيديو هي لتنحيف الكرش. نأخذ زبد البحر أو لسان البحر متوفر عند العطار، ونقوم بطحنه على شكل بودرة، يطحن على شكل بودرة، ثم نقوم بأخذ ملعقة شاي صغيرة من بودرة زبد البحر، ضع في المقادير حسب الحاجة، لأن هذه الوصفة تقضي على الكرش ودهون الكرش، تنحيف الخصر بدون أي تعب أو جهد، طبعا دهان خارجي للكرش أو أي منطقة تعانينا من السمنة، وحتى لشد منطقة البطن أو الجسم المترهل نستخدم هذه الوصفة. لهذا ذكرت أنه يمكن مضاعفة المقادير. ثم نضيف خل التفاح، ضروري هنا خل التفاح، نصف ملعقة شاي صغيرة من خل التفاح حتى تكون النتائج سريعة. نستخدم خل التفاح. والمكون الثالث، نحتاج لزيت الزيتون. بديل زيت الزيتون هنا هو زيت الزنجبيل، أو يمكن استخدام زيت بذور الكتان. نضيف ملعقة شاي من الزيت، نلاحظ أن خل التفاح يتفاعل مع زبد البحر، هنا يحدث تفاعل خل التفاح مع زبد البحر. نقوم بمزج المكونات جيدا مع بعضها البعض،
بهذا الشكل. وأثناء الاستحمام أو عفوا نقوم بالاستحمام بماء ساخن لدرجة يتحملها الجسم، وأثناء الاستحمام نأخذ ليفة ونقوم بدعك المنطقة المراد تنحيفها جيدا بشكل دائري باتجاه عفوا عقارب الساعة حتى يصبح لون المنطقة أحمر، دون أن نقوم بالدعك الكثير طبعا، فقط بخفة، وهذا من أجل تنشيط الدورة الدموية وفتح المسامات لدخول مكونات هذه الوصفة للمنطقة المراد تنحيفها. وبعد الخروج من الحمام أو البانيو نقوم بدهن المنطقة المراد تنحيفها، مثلا الفرش أو الأرداف، بهذه الخلطة لحوالي 10 دقائق، وبعدها نقوم مثلا بارتداء المشد إذا كان متوفر، غير متوفر يمكن الاستغناء عنه. وبعدها نترك هذه الوصفة طول الليل، لا نقوم بشطفها لأن الجسم يقوم بامتصاصها، وفي الصباح يمكن فقط أخذ منشفة ومسح هذه المنطقة بالماء الدافئ، نبلل المنشفة بالماء الدافئ ونقوم بإزالة هذه الوصفة، يمكن استعمالها بشكل يومي لظهور نتائج سريعة. هي آمنة للمرضعات، لا مانع أبدا من استخدامها، والرجال كذلك والبنات، كل من يعانون من مشكلة الكرش أو أي منطقة يمكن تنحيفها يمكن استخدام هذه الوصفة وبكل أمانة. صلاحيتها تدوم لمدة شهر كامل، توضع في برطمان وتوضع في أي مكان غير الثلاجة، يكون المكان جاف، ونحفظ هذه الوصفة. بالنسبة لوصفة زبد البحر للشعر، هذه الوصفة لها فوائد كثيرة للشعر، حيث أنها تعالج تقصف الشعر، تحمي الشعر من التقصف، وكذلك تساعد على نمو الشعر بشكل سريع مما يزيد طوله. النتائج تبدأ في الظهور من أول أسبوعين من استخدامك المنتظم. كذلك يعمل على تحريك الخلايا في بصيلات الشعر، مما ينشط الدورة الدموية فيها فيحسن من تغذيتها، ويساهم في وصول كمية كبيرة من الأكسجين لها، فيقوي لك الشعر من الجذور حتى الأطراف. هنا تقوية الشعر، تكثيف الشعر، علاج التقصف، كذلك هنا يخلص من الخلايا الميتة أو الجلد الميت في فروة الرأس، إذن هو يعالج أو يعتبر معالج جيد للقشرة ومشاكل الفروة، من أولاً الحكة، إذا كنت تعانين من الحكة فهو يعالجها، كذلك التهيج والحساسية، وكذلك الصدفية. كذلك هنا يعمل على ترطيب الشعر إذا كان مجعد، يضفي ملمس ناعم ويخلص الشعر من الجفاف، كذلك يعطيك لمعة وبريق ومظهر حيوي برونق طبيعي تلاحظينه من أول استخدام. كذلك هنا مفيد لصاحبات الشعر المصبوغ، يعيد لصاحبات الشعر المصبوغ الحيوية، الترطيب إذا كان هنالك تقصف، مفيد جدا، حيث أن الصبغة تفقد الشعر الحيوية، وكذلك يعالج مشاكل تساقط الشعر، مفيد جدا لتساقط الشعر والصلع خاصة عند الرجال، فهو يتمتع بقدرة عالية على إنبات الشعر من جديد، خاصة فراغات مقدمة الرأس، ليست له أي أضرار جانبية عند استعماله، هو مناسب لجميع أنواع الشعر ومساميات الشعر ولجميع ألوان الشعر. نأخذ زبد البحر، طبعا هنا الكمية حسب طول وكثافة الشعر، مثلا ملعقة شاي، ثم نضيف عليها 2 ملاعق شاي من زيت الزيتون. يمكن استخدام أي نوع زيت تستعملينه لشعرك في هذه الوصفة، ليس بالضرورة هنا استخدام زيت الزيتون. صاحبات الشعر الدهني أنصح بإضافة ملعقة شاي من عصير الليمون
أو خل أبيض أو خل تفاح. نخلط المكونات جيدا مع بعض، ثم نقوم بتوزيع هذه الخلطة قبل الاستحمام بساعتين. يوزع جيدا هذا الخليط على فروة الرأس، نقوم بعمل تدليك للفروة وبعدها على كامل خصلات الشعر، قلت ساعتين، ونقوم بعدها بغسل الشعر بالشامبو المناسب، يفضل أن يكون شامبو طبيعي إذا توفر طبعا. نستخدم هذه الوصفة من مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع لنتائج أفضل. يمكن استعمالها حتى للأطفال الصغار من عمر 5 سنوات فما فوق، وللحوامل ولحتى المرضعات. بالنسبة للبشرة، نأخذ ملعقة شاي صغيرة من زبد البحر المطحون، ثم نضيف عليه المكون الثاني الرائع هو الترمس المر. 2 ملاعق شاي، عفوا، ملعقة شاي صغيرة من زبد البحر مع ملعقة شاي صغيرة من الترمس المر. هذا هو الترمس المر، ترمس مر وليس حلو. بديل الترمس المر هو دقيق الحمص أو بودرة الأرز، أو يمكن كذلك استخدام قلت الأرز، نشا الأرز. نقوم بخلط المكونات الجافة مع بعضها البعض جيدا، والمزج يكون سواء كان ماء الورد، إذا كانت البشرة حساسة لماء الورد نقوم بمزجه بالحليب، حليب أو زبادي طبيعي يوغرت. نضيف ماء الورد حتى نتحصل على ماسك، نخلط جيدا. يمكن إضافة كبسولة من كبسولات الأوميغا 3 أو كبسولة من كبسولات الفيتامين E لهذه الوصفة لزيادة فعاليتها. على بشرة نظيفة نقوم بتوزيع هذا الماسك بداية بالرقبة وكامل بشرة الوجه، ويمكن استعمالها على منطقة حول العيون إذا كانت هنالك تجاعيد وهالات سوداء فإن هذه الوصفة تزيلها، وكذلك يمكن استخدامها لكامل الجسم حتى المناطق الحساسة. ممتازة هذه الوصفة، نتركها لنصف ساعة ثم نقوم بشطفها بماء فاتر ثم الماء البارد والترطيب حسب نوع البشرة. تستعمل هذه الوصفة إذا كانت التجاعيد ظاهرة واسمرار أشعة الشمس لأنها تعمل على تبييض البشرة، تستخدم بشكل يومي. هي آمنة للحوامل والمرضعات وكل البنات من عمر 10 سنوات فما فوق، يمكن استخدامها وبكل أمان صلاحيتها تدوم في الثلاجة لمدة أسبوع كامل. بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.